فتح خرج هايتنشن. دكتور علي خارج من هايتنشن اهوت. تمام. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة، في أخ جالي مع الجهاز دوت، بيقول لي عندي جهاز مش هقدر أشيله، تعالى شوفه بتاع. أنا طبيعتي ما بحبش أروح أشتغل برا. المهم، نظرا لكبر حجم الجهاز، يعني 32 34 بوصة حاجة زي كده، جهاز ناشونال. كان في واحد راح اشتغل فيه وقال له اللاين بايظ، والترانزستور ده لقيته بايظ بتاع الباور لاين. ولقيت بعض المقاومات بقى بمراجعه، بظبط الجهد وكده. قلت له هاخده اشوفه يعني، واشوف لك وضعه ايه. الحقيقه لقيت هنا الموحد ده بايظ، اللي هو دوت، ركبت بداله. تمام. لقيت المقاومة دي طايرة، ركبت بدالها. لقيت بعض المكثفات يعني كده، مثلا كده، ده مثلا بتاع الفيرتيكال، لقيته مفرقع برضو كده. ده لقيته في سكة الشاشة برضو ضارب كده، في طرف ضارب اهوت خالص، نفس الوضع. في مكثف 1016 برضو لقيته تعبان. المهم، يعني المكثفات ديت غيرتها والمقاومات ديت وكده، واديته رقم اديته الترانزستور البايظ عشان يجيب لنا بداله، لان انا الحقيقه ما عنديش. جاب لي ترانزستورات، هو التاني رقمه دي 2253 سي، هو جاب لي 2253. الحقيقة الرقم الدي 2253 سي، انا بحثت عن الداتا شيت بتاعته، لقيته مش منزلين له اي داتا شيت، انما ال 2253 منزلين البيانات بتاعته، بس طبعا اكيد هتقل عن ال 53 سي بالنسبة للامبير والواط وكده. ولقيته جايب لي معاه ترانزستور تاني، المحل اللي هو جايب منه بيقول له ده برضو بديل له. فانا شفته 2SD 13.98، ما اعرفش واضح معاك، 13.98، ارجو ان يكون واضح. المهم، فانا ظبطت الباور بتاع الجهاز الاول قبل ما اشتغل، قلت قبل ما نركب ترانزستور باور بتاع اللاين نظبط الباور بتاعنا ونشوف الدنيا فيها ايه. طيب، هنركب كهربا كده ونقيس مع بعض الباور ونشوف الوضع ايه بالظبط. ادي الافوميتر معانا، معرفش هيبقى واضح ولا لا، خليه كده. هنجيب على الجهد الدي سي، تمام، هنحطه تمام. هنركب فيشة الكهرباء ونبدأ نقيس الجهود بتاع الباور. انا بحبش التكتيفة دي، الشغل والتصوير، انا بحب اشتغل براحتي، لا اصور ولا اعمل، عشان بتخنق من التصوير وطالع ولا مش طالع وشغلانه كده، بيبقى الواحد دماغه في 100 حاجه، الواحد ما بيعرفش يركز في الحاجه اللي في ايده. لكن عشان خاطركم قلت نصور العطل دوت ونشوفه مع بعضنا. هنبدا نركب الباور. بسم الله. جبنا الكهرباء، فتحنا الباور، ادي نقيس على مكثف 310 كبير، مظبوط، مديني 290 93، ماشي. نشوف
المكثف بتاعها. المية واربعين مظبوط، مدينا 140. طبعا هنا بتعدي التغذية عن طريق هنا في طرفين في الديفليكشن بيبقى معمول عليهم كوبري في الثقب بتاع الديفليكشن نفسه. ادي 140 جايين لي هنا همك، ويبداوا يخشوا لي على اللاين، يبداوا يجوا لي على الكولكتور بتاع، ادي الكولكتور اهوت 140 فولت، الكولكتور بتاع ترانزستور الاخراج الافقي. هنبدا نركب. طبعا انا لقيت هو لما لقى في شورت بيقيس له بين، لما خلع الترانزستور دوت ولقى في شورت قال له ده اللاين بايظ. انا لما قست لقيت الموحد دوت كان بايظ غيرته. تمام، هنبدا نركب الترانزستور ده مع بعض ونشوف الوضع هيكون ايه. اركبه وارجع لك. وصلنا الباور وهنبدا نفتح، وركبنا الباور هنبدا نفتح ونجرب. بسم الله. فتح، خرج هاي تنشن. الضغط العالي خارج من هاي تنشن اهوت. تمام، نشوف الترانزستور دافي، اللاين دافي. لا، اللاين مفيش سخونيه خالص، لكن الترانزستور ده فيه دفيان. دفيان نقدر نقول لغايه كده، يعني هو طبيعي، بس مش هيبان معانا الا لما نحمل على الشاشه ونحمل الديفليكشن ونشوف الدنيا فيها ايه. شوف الترانزستور ده هيدي سخونيه، هيطير تاني. اولا انا غيرت المكثفات دي كلها، خرجت المكثفات دي كلها، استه البفات السيراميك دي كلها عشان اتاكد منها طلعت مظبوطه وسليمه. لفيت على المكثفات الكيماويه دي كلها اللي هي حوالين اللاين، برضو غيرت اللي هو تالف والسليم سبته زي ما هو. نفس سوكت الشاشه برضو عشان خط ال 180 غيرت المكثفات اللي عليه. انا حاسس ان الترانزستور دافي، لكن مش هقدر احكم اقول اذا كان هيشتغل معانا ويسد على الجهاز، لان الجهاز كبير 32 بوصه او 34 بوصه حاجه زي كده. هبدأ أركب على الجهاز ونشوف الدنيا فيها ايه. ودينا مع بعض وهنشوف لما نركب ونوصل على الجهاز. بعد ما نركب على الشاسيه على الجهاز، وانا بركب الشاسيه على الجهاز هروح عند الزبون اركبه، وانا بركبه هصور تركيبه، وبعد ما يشتغل هوريك الجهاز.